المنظومة حمجت النصوص المراسيم من الأوامر، استولات على رأي رسمي للجمهورية التونسية وجعلته كمثابة كلش العمل المنزلي للسيد سعيد، يكتب ويصلح وينقح ويصلح وينقح، تصليح ويصلح تقرير، ويستقبل وزير الداخلية وزير العدل 4 مرات في الأسبوع. وكل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بخفة المواطن وغذائه ودوائه عندها مشكلة وحيدة هي الانتكار والمضاربة، وعندها حل وحيد وشركة أهلية وصرف الجزائر. ديما نحكيو على لسان بعض المواطنين أو ما هو متداول، يقول لك سعيد مثلا ما نجمش يصلح ما قرب في 13 سنة، شنو تعمل؟ ما طلبناش منه ما يصلح تيل 13 ولا حتى عامين، طلبنا منه باش يحط ساقه في 2 صحيح. كان الواحد قدام منظومة لا تعرف لا تحب تتعلم، ولو ورانا انه ماشي في 2 صحيحة كنا نصبروا عليه. وكانوا الناس ينجموا يتغاضوا على انقلابه وعلى المؤسسات وكتابته للدستور وحده اذا كان حسن في حياتهم، ولكن هذا لا فلح في القوانين وفي الدساتير ولا فلح في اصلاح حياه المواطن. واخذ 0.5 في الامتحان يحب ينجح ليش؟ زاد كيف شفنا شعار سيب علينا عريض؟ الموضوع هذا محرج بالنسبه لي، لانه انا قاعد نشوف في بعض الاعلاميين ونشوف في بعض المحللين يحكيوا على قضيه ما طلعوش على ملف. كل حريه كل ثقه، وانا نلومه في الملف، ولكن انا مكتف مرتين انه ثم واجب تعبد وثم واجب احترام سريع التحقيق. ولكن نقول لك هاو الايام وبيننا وتو تشوفوا الكلام هذا لاحقا. قضيه علي العريض من بين كل القضايا اللي فيها ظلم واللي فيها اعتداء على الحقوق والحريات هي أكبر قضية يصح عليها وصف الطابع القيدي والخلفية السياسية. لو نعطيكم فقط جملة، قيس علي العريض تم إصدار بطاقة إيداع فيه، شوفوا الجملة هذه وركزوا فيها مليح، لأنه سياسته في مواجهة الظاهرة السلفية لم تكن بالكيفية اللازمة. نعرف أنا أني محامي، وسيدي أعتبرني مش محامي، أعتبرني مواطن. أولاً شنو الكيفية اللازمة؟ وثانيا من وقتاش من دور القاضي انه يقيم اداء المسؤولين في مواجهه الظواهر؟ المواطنين كل يعرفوا حتى اللي ما قراوش قانون وما دخلوش كليات حقوق انه قاضي تحقيق والى القاضي الجالس دوره انه ينظر في وقايع يكيفها تكييف قانوني، ينظر في مدى توفر الشروط الماديه والمعنويه والقصد الجنائي، ويسلط العقوبه المناسبه تحت رقابه قاضي اخر اعلى منه. علي العريض في الملف اللي توقف فيه ما ثم حد عمل مادي منسوب ليه، قالوا له علاش عينت زوز ضباط تورطوا من بعد في قضية محمد إبراهيم؟ هذا بناء على أنه حاكم تحقيق اطلاع على قرار ختم البحث في القضية هذه. جينا قلنا لهم أولا ما ثماش حتى واحد يعرف المستقبل، ثانيا الناس هذوما اللي تحالفوا في قضية إبراهيم حفظت التهمة في حقهم في دائرة الانتهاك، في إنسان يتهم في قضية ومن بعد محكمة تبره ولا تحفظ له. ثانيا قالوا له ثم ناس بوليسية في المطار لقاو عندهم مكالمات في 2022، لقاو عندهم مكالمات مع قيادي في حركة ناظم، وهو دخلوا أولا مش هو اللي عينهم، لأنه اللي يخدم في المطار عنده محافظ المطار والآخر عنده المصالح المختصة، وفوقها الأمن العمومي وفوقها الأمن الوطني، يعني هو رئيس رؤساء 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 رؤسائهم. يعني معناها هذه عينه باش نقول لكم. من كلامك انك شككت في القضاء. ليه؟ شوف لحظه بس لحظه بس لحظه بس خليني وجهك. خليني باش نجاوبك في 3 مستويات. اولا انا ما نشككش في القضاة. انا نشكك في اللي يحاول يسيطر على القضاء. السيد رئيس الجمهورية قضاء مش مستقل، ثم قضاة بقوا مستقلين ومحافظين على استقلالهم. وثم قضاة اللي هما خايفين من الانفئات، وثم قضاة اللي هما كل مرة يتسيب عليهم الذباب الأصفر بتاع الانقلاب ويهبط في قوائم ويخوف الناس. وقت اللي القاضي إذا ما يطبقش تعليمات مهدد، لحظة فقط، مهدد أنه يقع انفئه، ما نجمش يكون قراره مستقل. ولكن في المقابل ثم قضاة لحد الآن مازالوا صامدين. لازم يقاطع في النقطة هذه وقت اللي بسم الله عليك تفضل. وقت اللي تحرك رئيس حركة النهضة راشد الغنوصي وخرج، قلتوا عندنا ثقة في القضاء والقضاء نزيه وأمور واضحة، لكن وقت اللي علي العريض معناها مازال خاضع لحد الآن قلتوا لا. أنا لا أقول ذا في الأولى في الثانية. وقت اللي أنصار راشد الغنوصي يحتفلوا بخروجه لأنه يعتبروا أنه لو وقف تكون مظلمة كبيرة، هذا حقهم الطبيعي وهذا مفهوم.
ولكن وقت اللي يتغشوا كيف يقع إيقاف على العريض بل التهمة التافهة هذه عند الحق كيف يتغشوا. ولكن أنا لا نقول القاضي اللي سيبه مستقل والقاضي اللي سيبه مستقل، نقول أنه القرار قرار إيقاف على العريض هو قرار سياسي وستتبينون ذلك وقت تشوفوا الملف. القرار إيقاف على العريض المكتوب فضيحة للأسف، ثم سري التحقيق ما نجمش نحكي عليه، ولكن الناس الكل يعرفوا أن القضاء يتعامل مع وقايع مش مع سياسة. قل له أنت وزير سياستك ماهيش ناجح، شكون يعرف شنو هي السياسة الناجحة؟ هذا هي دور الإعلاميين، دور المواطنين، دور المحللين، دور الكرونيكال ودور المؤرخي فقط. الخطوات الجاية، الخطوات الجاية هي السياسيين يخدموا خدمتهم، نحن كمحامين سنطرق الباب حتى يكل مدننا، ولكن الحمد لله لن يكل مدننا، مش نلقاو شيء.